منتخب روسيا جار المنتخب الاسباني للي هو عايزه، راح لضربات جزاء لعب مع 120 دقيقة، منتخب اسبانيا ما عرفش يجيب هدف. الهدف اللي جه في مرمى روسيا عن طريق او لاعب منتخب روسيا ولا احرزه في مرمى. وبطل فورمولا 1 في روسيا لمساندة المنتخب الانجليزي امام المنتخب السويدي. ما فيش شك ان لعبة كرة القدم هي الاولى في العالم وهي اللعبة الشعبية الاولى، وبالتالي هنلاقي ان كل ابطال اللعب الاخرى دايما لما منتخبهم او فرقهم بتلعب بنلاقيهم موجودين كمشجعين، طبعا كداعم قوي جدا للبلد او للفريق. وبالتالي بطل فورمولا 1 دي بطوله كبيره جدا جدا في العالم، فهو انجليزي فهيساند المنتخب الانجليزي امام المنتخب السويدي ان شاء الله بكره في المباراه اللي هتكون الساعه 4 بتوقيت القاهره. وجوزيه مورينيو سيدرب المنتخب الروسي بعد 12 عام. هناخد الخبر ده بعد ما ناخد مكالمه من كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي ولاعب باوك السابق الكابتن مجدي طلبه. كابتن مجدي اهلا. اهلا يا عمر، ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا عمر، الحمد لله، ربنا يخليك. كابتن مجدي طبعا في البدايه يعني اخد بقى حضرتك لاعب سابق باوك، واحد من نجوم النادي اليوناني المحبوبين بصراحه في اليونان. عايز اعرف بقى راي حضرتك في مشوار عمرو ورده مع باوك، هل حضرتك بتؤيد ان عمرو ورده يكمل مع باوك ولا يدور على دوري تاني غير الدوري اليوناني؟ والله دي ترجع لعمرو نفسه عمر، هل هو مستريح نفسيا ولا لا؟ انا افضل ان هو لو مستريح نفسيا انه يقضي موسم كمان وبعد كده يشوف اي نادي تاني، انما لو مش مستريح نفسيا خلاص دي حاجه، لان صعب ان انت تبقى مستريح نفسيا في مش مستريح نفسيا في مكان وتأدي بشكل بصوره ما الصوره جيده. هل ان لو المطلوب او المعروض عليه تقريبا في نفس المستوى، يعني لو المعروض افضل فطبعا ساعتها ناخد قرار بسرعه، انما لو المعروض في نفس المستوى تقريبا لا، يبقى محتاج تفكير شويه. هل يا كابتن مجدي الاجواء اللي موجوده في باوك تتناسب او هو ممكن نلاقي ان طموحات عمرو ارضه باوك واحد، ولا باوك عندهم سيستم مختلف، عندهم نظام مختلف، كمان موجودين في التصفيات الشامبيونز ليج وبالتالي طموحاتهم هتكون اعلى السنه دي؟ لا، باوك طول عمره بيطمع ان هو يخش في مسابقه الشامبيونز ليج او الويفا، طب وقتنا احنا اللي هي الاوروبا ليج دلوقتي، هو دايما بيتاهل للمستويات ديت. وهو الموسم بقاله موسمين او ثلاث مواسم دلوقتي، خاصه بعد وجود الملياردير الروسي الجديد الروسي اليوناني صاحب النادي الاونر بتاع النادي دلوقتي. تمام. لا، والنادي في طفره في طفره اقتصاديه وفي طفره فنيه، بدليل انه واخد الكاس مرتين في سنتين ورا بعض، والسنه دي خسر البطوله باشياء اداريه مش فنيه خالص. مظبوط، تابعنا كلنا طبعا. تابعنا الموضوع كلنا طبعا. القصه كلها في ان نادي باوك لا، طموحاته كبيره جدا دلوقتي، وهو قادر على انه يوصل للطموحات ديت بشكل كبير. اما عمرو بقى عنده الاستعداد انه يستمر في الحته دي ولا لا، دي لازم ترجع لعمرو فقط اكثر يعني. طيب، اخيرا راي حضرتك في كاس العالم في دور الثمانيه، المباراتين اللي اقيموا اليوم، من النهارده شفنا البرازيل بتلعب بلجيكا وايضا فرنسا والاورجواي. راي حضرتك سريعا على اول يوم في احداث كاس العالم في دور الثمانيه. والله الحقيقه الماتشين كانوا في منتهى القوه، خاصه الماتش الثاني البرازيل وبلجيكا قوي جدا، كان سريع جدا والاجوال من بدري، حتى الماتش الاولاني. ف في ميزه مهمه جدا دلوقتي شفناها، حتى اللي كانوا بيتفرجوا بيشاهدوا المباراه معايا ملاحظينها وبيتكلم فيها ومبسوطين جدا ان الفرق الكبيره، فرق النجوم الاوحى، النجم الاوحى، فرق النجم الاوحى كلها بتخسر. صح، مظبوط. ده شيء جميل جدا وجيد جدا لكره القدم، بس اتمنى ان القائمين على كره القدم يفهموا دوت في العالم، يعني قصدي المسؤولين عن كره القدم في العالم يفهموا دوت، الرعاه يفهموا الكلام ده كويس، ان كره القدم مجموعه مش فرديه، ما هياش لعبه فرديه، ولازم كل حد ياخد حقه. يعني واحد زي هازارد النهارده ليه ما ياخدش الكره الذهبيه في العالم؟ ليه؟ حرام ولا مش حرام؟ لا طبعا. وكيفن دي بروين يا كابتن مجدي كمان واحد من نجوم، يعني وينيستا قبل كده وتشافي وناس كتير، ما انا اقول الليسته كتيره. صح. فاللي بيتحكم في الكوره على الاتحاد الدولي انه ياخد وقفه، والمفروض يعني انا ما اعرفش الضغوطات بتبقى موجوده شكلها ايه او الدنيا ماشيه ازاي بتدار ازاي، مش بتاعتي،
انما انا بتكلم كلاعب كره وسابق مدرب ان لا، لازم الامور تضع في نصابها من اجل كره القدم واجل متعه كره القدم في العالم. كابتن مجدي مش هنعطل حضرتك اكثر من كده، شكرا على وجودك معايا على قناه النادي الاهلي. كابتن مجدي طلبه لاعب منتخب مصر ونجم النادي الاهلي ونجم باوك اليوناني كان معانا في مداخله سريعه، كنا لازم نعرف رايه.